طيب لو هنتكلم بقى على باقي المنتخب وباقي اللعيبه اللي موجوده في المنتخب، شايف مين يعني اهم النجوم اللي ممكن يتالقوا بشكل كبير مع منتخب مصر؟ طبعا احنا عندنا مرموش متالق مع انتراخت فرانكفورت الفتره الاخيره، مصطفى محمد كمان بدا يتقل. مصطفى محمد البطوله اللي فاتت كان عنده عقم تهديفي شويه كده، فاعتقد البطوله دي ممكن الدنيا تتفك معاه. تريزيجيه من اللعيبه اللي مش واخده حقها دايما في مصر، لاعب مجتهد جدا، لاعب بيكافح لحد اخر لحظه، لاعب بيطور من نفسه، فاعتقد تريزيجيه مع المنتخب مؤثر. عوده حجازي في التوقيت ده كانت مهمه جدا في ظل غياب الونش، لان ما كانش هيبقى عندنا مدافع تقيل في خط الدفاع غير محمد عبد المنعم، فوجود محمد عبد المنعم واحمد حجازي مع بعض، وان كان دايما احنا بنفضل في مراكز الدفاع المدرسه دايما المعروفه في الدفاع ان يبقى مدافع بيلعب بدماغه، يعني بيلعب بذهنه، ولاعيب حريف كوره زي ما بنقول، ولاعيب جامد او قوي او مدافع شرس زي الونش. الثنائية دي بتبقى افضل في الدفاع، ولكن حظنا بقى ان الونش مش موجود، فهيبقى عندنا الثنائية اللي هي دي ممكن تبقى نقطة الضعف الوحيدة في المنتخب، ان الاثنين عندنا المدافعين بيلعبوا بدماغهم، الاثنين بيلعبوا يعني لعب فنيا اعلى عالي شوية، مفيش حد فيهم اللي هو مدافع صلب بمعنى الصلابة. كنا نتمنى وجود الونش ولكن قدر. خط النص كمان النني من اللعيبه، رغم ان هو مش متالق قوي مع الارسنال ولكن مع المنتخب بيكون ليه بيتالق بشكل كبير، بنشوف طبعا دور مهم. زيزو اعتقد المره دي مع توظيف الجديد، لان زيزو ظلم في توظيف كيروش في البطوله اللي فاتت لانه كان بيحطه بديل لصلاح او الناحيه الثانيه ودي شمال، اعتقد زيزو مع التوظيفات الجديده لروي فيتوريا ان هو بيلعب في خط النص او بيلعب ورا المهاجمين او يعني بدا او هو بيلعب يمين وصلاح بيدخل في العمق، فاعتقد زيزو البطوله دي ممكن يظهر بشكل كويس، ان روي فيتوريا مديله يعني بدا يهتم بيه وبدا يهتم بوجوده اساسي في المنتخب مش بديل لمحمد صلاح، ودي تفرق قوي مع زيزو، لان زيزو لعيب مهم جدا في يعتبر اهم لاعب في الدوري المصري حاليا.